ونحن أمهات المؤمنين. فقال أليس أن لا يصل ربك أنا اليوم فخورة جدا وممتنة بهذا الحفل الكبير الذي أقيم لنا في جامعتنا الكريمة والذي كان تحت عنوان ارتداء الحجاب. كانت هذه بالنسبة لي فرصة كبيرة لأنني لم أكن من قبل على ارتداء يعني لم أكن أرتدي الحجاب من قبل، فجاءت هذه الفرصة مع زميلاتي وكان هذا فرح لي وأنا جد ممتنة وفخورة بهذا، وإن شاء الله يا رب ربي يثبتنا ويثبت كامل البنات المسلمين. شاركت في هذه الحملة في ارتداء الحجاب الشرعي، لقد ارتديت الحجاب الشرعي عن قناعة لأن أنصاف الحجاب ليس بحجاب، وحجاب شرعي هو فرض على كل فتاة مسلمة، وأنا الآن فخورة جدا. جزيل الشكر أستاذ ريوقي عبد الحليم، وكانت تجربة مليحة يعني جيد من جهة الدين ومن جهة راحة نفسية، يعني فيها راحة بزاف، وثاني شعور ولا أروع ما عندي ما نحكي فيه. لا الذي بفضله تتم الصالحات. شفنا المبادرة هذه في العديد من الجامعات منها الخميس باب الزوار، عجبتنا الفكرة وقمنا قررنا أن ننفذها نجسدها في جامعة لونيسيا لي ولما لا، وصبنا دعم من مديرية شؤون دينية كي بروبوزينا لها الفكرة، والحمد لله جاز نشاط. إن شاء الله تكون طبعة ثانية وثالثة ورابعة لما لا إن شاء الله. اللي خلت بزاف بنات يديروا الحجاب وكانوا يعني أنا واحدة من بينهم، كانت مبادرة رائعة كنت نشوفها يعني في بزاف جامعات. الحمد لله اللي وفق جامعة لونيسيا لي على هذه المبادرة، وشكرا الله سبحانه وتعالى لهذا النشاط. 215 طالبة تحجبت اليوم، هذا شرف لنا والمزيد من مثل هذه النشاطات ان شاء الله. الحمد لله يا ربي ربي هداني ان شاء الله، كنت يعني في رمضان هدايا عرفت واش معناتها، سورتو خاصه كنت نقرا سوره النساء وفهمت بزاف حاجات على الحجاب واش معناتها، يعني تتبدل نظره المجتمع ليك.